شن الجيش الوطني هجوما عنيفا فجر اليوم على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في أطراف منطقة قانيا بين محافظتي البيضاء ومأرب. وأكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني شن هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات في أطراف قانيا باتجاه موقع يسبل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانيا وعزلة الوهبية في مديرية السوادية بالبيضاء، والتي تعتبر المركز الرئيسي للميليشيات الانقلابية. ويأتي الهجوم بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير سوق قانيا وموقعي مسعودة والعر الاستراتيجيين من الميليشيات الانقلابية. إلى ذلك شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات بموقع يسبل الاستراتيجي، أسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير دبابة وأسلحة وذخائر. كما دمر طيران التحالف العربي دبابة وعربة عسكرية مع طاقمها أسفل هضبة صباح حنكة معنز بمديرية ذي ناعم بالبيضاء. وفي سياق شن أبطال المقاومة ذي ناعم هجوما عنيفا على موقع تبت شرقان وموقع الفلتة وتبت الحمام الذي تتمركز فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفها. حققت قوات الجيش الوطني تقدما كبيرا في محافظة صعدة، وقالت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على وادي الشعب في مديرية كتاف شرقي المحافظة بعد مواجهات عنيفة مع عناصر ميليشيات الحوثي. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات جراء المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. جددت مقاتلة التحالف العربي قصفها لمواقع المتمردين الحوثيين في محافظة التعز. وقالت مصادر عسكرية أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات مواقع للميليشيات في منطقة الراهدة. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة. يأتي القصف لطيران التحالف العربي بالتزامن مع مواجهات بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في أكثر من جبهة على خط الراهدة الشري. قتل 5 أفراد من أسرة واحدة جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحو جماعة الحوثي في محافظة الجوف، حسب مسؤول حكومي. وفي تصريح لعبد الهادي العصار مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، إن لغما أرضيا من مخلفات الحوثيين انفجر اليوم بسيارة تقل إحدى العوائل شرقي مديرية برط العنان. وأضاف لأن الانفجار أدى لمقتل رب الأسرة الشيخ يحيى الصلاحي وزوجته وثلاثة من أولادهما جميعهم أطفال، ولفت إلى وجود مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلابية.